السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لليوتيوب ورجعنا لفيديو جديد ان شاء الله الكل يستفيد منه. طبعا اللي عارف اليوم الفيديو طبعا بتكلم فيه عن ولله الحمد انا وشركائي في دخلتنا ربحنا 1,000,000 درهم. بتكلم عن هذه التجربه بالتحديد وكيف طلعنا 1,000,000 درهم مربح في القطاع العقاري. العديد من المستثمرين يفكروا القطاع العقاري فقط عبارة عن شراء العقار، تأجير العقار ومدخول إضافي، وهذه أحد الاستراتيجيات في الدخول في المجال العقاري. توجد استراتيجيات أخرى احنا طبقنا في هذا المثال اليوم. أنا بتكلم عنه استراتيجية المضاربة العقارية عبارة عن شراء عقار وإعادة بيع العقار، هي استراتيجية جدا مختلفة. لها السبب دخلت ويا شركاء في هذه التجربة لأنه تحتاج مشروع مميز، تحتاج سيولة متوفرة، وأيضا فيها فرص موجودة في السوق العقاري. نعم المضاربة العقارية لا تخلو من المخاطر، يحتاج أن الشخص يكون متمرس وصاحب خبرة، ولكن أيضا فيها الخير، بالخصوص أن القطاع العقاري في دبي في ازدهار، وقاعدين نشوف الأسعار متوجهة في الطلوع. إحصائيات الفترات السابقة ممكن نشوفوها، وإحنا نشوفها كعقاريين خبراء موجودين في السوق العقاري كيف قاعد السوق يتوجه من ناحية الصعود. هل نوصل لمرحلة استقرار أو يستمر الصعود؟ هذه الله أعلم، في النهاية هي تحليلات للمستقبل. أنا أتكلم الشيء اللي حصل في السابق. اليوم قصتنا أو الفيديو نتكلم عن كيف طلعنا 1,000,000 درهم، وهذا شيء حصل الحمد لله الحمد، وكيف كانت التجربة السابقة. نتكلم عن وضع العقارات كيف كان سابقا، وين وصلنا ووين متوجهين. هذا الشيء تنبؤات وتوقعات ما لها دخل في هذا الفيديو. نتكلم في الطريقة الأولى اللي اتبعتها في هذه التجربة، هي عبارة عن الدخول بشراكات. طبعا اليد الواحدة لا تصفق، بحكم أنا مستثمر عقاري عندي استثمارات متعددة، فدخلت في هذا الاستثمار مع شراكة مع كذا شخص في مشروع من مشاريع دبي المميزة. والمشروع هو عبارة عن تاون هاوس، كان اللي سامع بمشروع تلال الغاف من ماجد الفطيم، أنا تكلمت عنه سابقا، نصحت العديد من المستثمرين في هذا المشروع، ولله الحمد العديد من المستثمرين أيضا استثمروا في هذا المشروع، وأنا شخصيا استثمرت. حلو، مش لازم أقول دائما أن أنا استثمر في هذا المشروع أو لا، ولكن في هذا المشروع أنا أقول لكم نعم أنا شخص استثمرت في هذا المشروع ولله الحمد، واللي استثمروا معاي أفراد مش شركة أيضا وصلوا لهذه المرحلة نفس اللي أنا شخصيا وصلت فيها مع شركائي. هذا المشروع تلال الغاف هو عبارة عن مجمع فلل عبارة عن تاون هاوس. اللي مش عارف شو معنات كلمة التاون هاوس، هو عبارة عن فلل متلاصقة. تشوف بلوك كامل في مجموعة فلل، 3 غرف 4 غرف بهذه الطريقة. توجهت للتاون هاوس بالتحديد لأن كنا في فترة كورونا، توقعات السوق طبعا الناس تتوجه فترة حجر، والناس بداية الكورونا كانت، فتوجه السوق كنت أتوقع أن السوق يتوجه، تصير حركة الناس تتبعد من الشقق وتتوجه أكثر للفلل، بحكم أن صار اللوك داون، بحكم يعني هذه كل فترة احنا قرار كان في هذه الفترة، فترة الكل متخوف من وضع السوق، فأخذنا خطوة جريئة، والعديد من المستثمرين أخذوا خطوة جريئة في هذاك التوقيت، فعامل الوقت لعب معانا دور جدا 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 إيجابي لنجاح هذا الاستثمار. طبعا توجهنا للتاون هاوس عبارة عن مثل ما قلنا فيلا متلاصقة، كان عبارة عن سعر التاون هاوس 1,300,000 وشوي درهم، قيد الإنشاء مش جاهز، يبنى قيد الإنشاء. ليش توجهنا لقيد الإنشاء؟ بحكم أنه هو التاون هاوس يوم يكون قيد الإنشاء يكون أرخص، مع وقت اللي يجهز طبيعي العقار يرتفع سعره. فإذا بتلاحظ في القطاع العقاري استراتيجية في الأغلب بتكون ناجحة إذا تتوجه لعقار قيد الإنشاء وتمسك مع الدفعات فيه مع استلام المفتاح، يكون سعر العقار ارتفع. فهذه نقطة. طبعا أنا ما أقول في كل المشاريع هذه الحالة، لا، عوامل مختلفة تعتمد في اختيار المشروع اللي ممكن يسوي قفزة في أسعاره، بعض المشاريع تم ثابتة في أسعارها، بعض المشاريع السيئة ممكن دروب في أسعارها، ولكن
كشخص متخصص في العقار طبيعي نعرف المشاريع اللي نختارها. فتوجهنا لمشروع تلال الغاف من ماجد الفطيم، يعتبر أول مشروع ماجد الفطيم يطرحها في الساحة العقارية في دبي كمشاريع تاون هاوس. ماجد الفطيم معروف بالمحلات التجارية، إذا سامعين بمول الإمارات وسيتي سنتر ومن هالأمور في القطاع في المحلات التجارية. فطلع في التاون هاوسز في المشاريع العقارية. فكنت أؤمن بأن هذا المطور بيكون مطور صاحب ثقل في السوق، ولهذا السبب توجهت له. مطور صحيح وتوقيت صحيح والسعر مناسب 1,300,000 وشوي، سعر مناسب جدا كان في هذاك الوقت. طبعا في الأرخص، نعم كان في يوجد الأرخص، ولكن أيضا متوقع بحكم موقع المشروع متوقع في ارتفاعه في الأسعار. هل كعبد الله عند دخول كنت تتوقع أن تطلع مربح 1,000,000 درهم؟ لا، شخصيا ما كنت أتوقع 1,000,000 درهم، كنت متأكد يقينا أنه بيكون مشروع مميز متوقع ارتفاعه في الأسعار، ولكن مش بهذا الحجم. أتكلم بكل أمانة، ما كنت متوقع ارتفاعه بهذه الأسعار. وأنا دائما الأشخاص اللي تتواصل معي بيشوفني أن دائما ما أرفع التوقعات عند النقاش مع أي شخص أتعامل معه، لا، حتى لو واقع السوق هذه الأرقام تقول، القراءات تقول هذه الأرقام، دائما توقع الأسوأ عشان تكون أنت كمستثمر حتى لو وصلت للممتاز يكون مربح، الأسوأ تكون متوقع أنه من ناحية أيضا كمخاطر وقمر. انطلقنا في الدفعات من 2020 في الدفعات بالأقساط، واستمرينا بالنظام الدفعات، كل كم شهر ندفع دفعة، كل كم شهر ندفع دفعة، إلى أن وصلنا بعد 3 سنوات اليوم المشروع جهز لاستلام المفاتيح. وهذه عادة المشاريع اللي اختيارها صحيح تكون، خلأ أسميها فترة ذهبية لبيع المشروع مع استلام المفاتيح، إذا كنت في مشروع صحيح ومرغوب من السكان. لاحظ الفئة المستهدفة، شراء بأقساط وإعادة بيع لشخص ساكن وليس لمستثمر. استهدفنا ساكن لعملية شراء العقار، لها سبب كان تاون هاوس، فيلا صغيرة، أسرة، شخص حاب يستقر ومتوفر عنده الإمكانيات. شخصيا مع عامل ارتفاع الفائدة العالمية كنت متخوف جدا أن ممكن تصير هبوط في الأسعار، لأن استهدافك لشخص خلنا نسميه مستخدم نهائي end user، ممكن المستخدم النهائي يبتعد عن هالنوع من الشراء بحكم لأنه يتوجه للتمويلات، والتمويلات فوائدها عالية، فالمشترين يبتعدوا عن هذا الأمر، فما يحقق ارتفاعه ما يحقق ارتفاعه كبيرة. ولكن ولله الحمد إقبال صار مش طبيعي على هذا المشروع بحكم المساحات الممتازة، جودة التشطيبات، الموقع الممتاز، وأنا كمستثمر دخولي بسعر ممتاز. وصلتني عدة عروض لبيع العقار، والحمد لله رب العالمين وفقني، اشترينا العقار 1,300,000 وبعنا العقار 2,400,000، مربح 1,000,000 وشوي درهم. طبعا اللي بيقول لي عبد الله زين عقار قيد الإنشاء، أنت في نظام الدفعات كم دفعت وكم حصلت؟ أنت كمستثمر بعد تشوف الكاش أون كاش ريتير، لا تشوف فقط عبد الله ربح 1,000,000، كم وضع وكم حصل؟ ممكن أنا وضعت 10,000,000 درهم وربحت 1,000,000 عبارة عن 10%، وممكن أنا أكون وضعت 1,000,000 وربحت 1,000,000 عبارة عن 100% مربح. فهذه أيضا نقطة جدا مهمة كشخص مستثمر يشوف هذه الإحصائيات. أنا في الدفعات وصلت إلى 50% في الدفعات، وصلت مرحلة دفع 50% من قيمة العقار، يعني نتكلم 1,300,000، أنا دفعت 670,000 درهم بحكم أنه يوجد رسوم لتسجيل العقار ومن هذا الأهمية، 670,000 درهم هذا الكاش اللي وضعته. وكان في العقار موجود دفعات نظام ما بعد البيع، يعني نظام ما بعد المفتاح عفوا، يعني أستلم العقار وأسكن في العقار، ويوجد دفعات 3 سنوات بحكم وضع كورونا كانت هذه العروض موجودة. اليوم طبعا في السوق العروض مختلفة جدا، بس كان موجود في هذه الخاصية أن في دفعات ما بعد البيع، فهي قللت السيولة النقدية اللي أحتاج أضعها في هذا الاستثمار.
وهذا سهل لي الدخول في استثمارات مختلفة. طبعا 670 ألف كاش دفعت في عملية البيع ولله الحمد ولله الحمد مع الرسوم مع الأمور 1,670,000. يعني نتكلم 1,000,000 درهم صافي مربح. 670 ألف دفعنا، 1,670,000 حصلنا، بعيدا عن سعر العقار 1,300,000 وشوي و1,400,000، بعيدا عن سعر العقار كم الشراء كم البيع، أنا أتكلم الكاش أون كاش ريتير. ففعلا من 670,000 درهم اللي حطيتها طلعت مربح 1,000,000 درهم. ففعلا كاش أون كاش ريتير كانت 136%. كاش أون كاش ريتير كانت رقم جدا عالي، شخصيا ما كنت أتوقع هذا الأمر، ولكن أمر ممكن. نعم أمر ممكن بتطبيق نظام المضاربة العقارية. العديد ممكن ما يتكلم عن هذا الموضوع لأن الأسعار والأمور بيد رب العالمين، ما حد يقدر يقول يعني السوق العقاري بيتوجه بهذه الطريقة، يقدر يضمن كيف الأمور تمشي. وطبعا البلان بي كان بالنسبة لي أنا أنا وشركائي في هذا المشروع، إذا ما نجح تطبيقنا بنتوجه إلى تأجير العقار بكل بساطة، نكمل في الدفعات ونأجر العقار. فدائما خلي يكون عندك نوع من أنواع هذا استهداف. لو ما صار الاستهداف شو الخطة البديلة؟ أنت كمستثمر لازم تكون أيضا منتبه للخطة البديلة. هل لو عبدالله طبق هذا السيناريو في أي مشروع في دبي ممكن يصير هذا الشيء؟ لا، عامل اختيار العقار هو اللي سبب بهذا النجاح، والأشخاص الآخرين أيضا اللي استثمروا في هذا المشروع أيضا عارفين، والبعض أيضا منهم باع وكسب هذا المربح ولله الحمد. فهذه قصتي كيف طلعنا المليون أنا وشركائي ولله الحمد. قصة أتمنى منها أن تفيدكم، ونفس الوقت أقول لكم إياها، العقار يوجد طريقتين من الأشخاص: الأشخاص اللي استثمروا في العوائد الإيجارية، والأشخاص اللي استثمروا من ناحية المضاربة. أنا شخصيا أستثمر في الجهتين في المجال العقاري، بالإضافة إلى أساعد الناس في اختيارات عقارات مميزة حتى لو ما كنت شريك فيها عادي، يعني أساعد الناس. العديد من الأخوة في اليوتيوب يتواصلوا معي في هذا الأمر، ولكن القصة لفائدة الجميع أن يستفيدوا من أحدى تجاربي الشخصية. بعيدا عن القصص السابقة، في الأغلب أتكلم عن قصص أشخاص، اليوم حبيت وارتأيت أن أتكلم عن قصتي الشخصية. أتمنى أن القصة نالت إعجابكم، وأي أشخاص حابين يتواصلوا معي في الخدمة، بعض الأحيان شوي أتأخر في الرد بحكم كثرة الناس اللي تتواصل معي، ولكن أيضا بتشوفوا رقمي موجود في الديسكريبشن، اصبروا علي شوي وإن شاء الله أرجع لكم أتواصل معاكم، أي شخص يتواصل معي على الواتساب أو شيء من هذا القبيل. في ختام الفيديو أتمنى أي شخص عنده قصص جميلة بعد يشاركني بقصصه، يشارك الآخرين أيضا تجاربهم الناجحة. السوق العقاري في دبي مستمر في صعود ولله الحمد، وهذا مبشر خير. إلا يسألني عبد الله ما على بعت العقار وطلعت بالمليون، شو بتسوي لك؟ موجودة الخطط البديلة، الحمد لله بدأنا في تطبيق الأشياء البديلة، أنا أيضا وشركائي بدأنا في تطبيق خطط بديلة، وهذا أمر طبيعي لأي مستثمر دائما يشوف الخيارات البديلة ويتحرك في الأمر. على العموم هذا نهاية الفيديو، أتمنى أن الفيديو كان مفيد لكم. تحياتي عبد الله كاظم، مع السلامة.